نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية في الحياة اليوم. زي ما قلت لحضراتكم وأنا بقدم الفقرة، هم مش فئة من أهل مصر، هم مصر وهم أصل البلد وهم اللي شايلين حمل وهموم البلد على كتفهم، لكن في الوقت نفسه هل حد سامع صوتهم؟ هل حد بيتعامل مع المشاكل اللي بيعاني منها الفلاح المصري؟ بنشوف دول متقدمة بتدعم فلاحيها، لكن الوضع عندنا في مصر مختلف بشكل كبير. بنشوف تلال من الأزمات، بداية طبعا من ارتفاع مستلزمات الزراعة وارتفاع أسعار الأسمدة والبذور والكيماويات وما إلى آخره، وبعدين مسألة الديون بالنسبة لبنك الائتمان الزراعي. كتير من المشاكل اللي عايزين نعرف إزاي هيتم التعامل معها في الفترة اللي جاية، وهل دستور مصر القادم بعد ما تم إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين وممثلين الفلاحين داخل اللجنة أبدوا مرونة كبيرة في مسألة الإلغاء، لكن في مقابل الكلام ده ايه المكاسب او المميزات اللي هيحصل عليها الفلاح المصري في الدستور القادم باذن الله؟ ده اللي هنحاول نطرحه للنقاش. لكن قبل ما نقول اي حاجه، يعني جهد مشكور من النقابه العامه للفلاحين اللي قاموا بطبع عدد كبير، قلت لي كام؟ 300,000 نسخة؟ 300,000 نسخة لمشروع الدستور الجديد بيتم توزيعه بالمجان. فبالتالي ده هيكون برضو يعني الجهد المشكور ده ليه معنى كبير ودلالة مهمة بالتأكيد. برحب في الحياة اليوم النهاردة بالحاج أسامة الجحش، نقيب عام الفلاحين. أهلا وسهلا بحضرتك يا حاج. والحاج علي رجب نصار، نائب نقيب الفلاحين، مشرفنا. وأستاذ رضا الصباغ، أمين عام النقابة، أهلا وسهلا بحضرتك. قبل ما نبدأ في فقرتنا نطمن على الوضع في بني سويف بعد الخبر طبعا اللي تابعناه مع حضراتكم من دقائق. معنا على التليفون سيادة اللواء إبراهيم هوديب، مدير أمن بني سويف. مساء الخير يا سيادة اللواء. سيادة اللواء واضح ان هو موجود. مساء الخير يا فندم. واضح ان حضرتك دلوقتي موجود طبعا في إطار الاحتفالات بأعياد الميلاد وتأمين الكنائس. ايوه انا سامع. والامور طيبه جدا في بني سويف ومفيش اي حاجه، ده عباره عن حته كنز فاضيه فيها سلكه كده وتعاملنا معاها مفيش اي حاجه فيها. كان فيها ايه؟ يعني كان فيها ايه يا فندم؟ دايره كهرباء. عباره عن علبه كنز فاضيه. معمول فيها سلك بس مفيش اي عبوات فيها ولا حاجه. تمام، ودي كانت موجوده بقى جنب سور الكنيسه في بني سويف يا فندم. تمام. وتم التعامل معاها على الفور. لكن مفيش اي حاجه خالص. عارفين الحمد لله، لكن ده ياكد لنا ان في اجراءات وحضراتكم واخدين بالكم كويس قوي، وفي اجراءات تامينيه طبعا واستعداد على اعلى مستوى. كامله والكنائس متامنه تماما. طيب الحمد لله يا فندم، ونتمنى ان شاء الله يفضل ده مستمر وهنتابع مع حضراتكم بالتاكيد. شكرا جزيلا سياده اللواء ابراهيم هوديب، مدير امن بني سويف، شكرا لحضرتك. يا حاج اسامه، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. حاج اسامه، يعني مشاكل الفلاحين كتيرة قوي عارفين، وما كانش فيه يعني كل فين وفين لما بنلاقي استجابة أو مشكلة حتى تتحل ولو بشكل جزئي. لكن لو حبينا نلخص واقع الفلاحين دلوقتي والأمل في بكرة، الأمل في المستقبل، توصفه لنا إزاي؟ الأول سيادتك بسم الله، نهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الأعياد بتاعتهم، نقول لهم كل سنة وهم طيبين، لهم شريك في مصر وكلنا راجل واحد طبعا في مصر. بالنسبة للمشاكل، طبعا مشكلة السماد دي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا بالنسبة للفلاح المصري. يعني السنة اللي فاتت تختلف عن السنة دي، الفلاح كان بيحس فيها السنة اللي فاتت يعني كانت ممكن توصل شكارات الكيماوي 170 جنيه و 180 جنيه. السنة دي لا، بالتنسيق مع النقابة العامة للفلاحين وطبعا مجلس إدارتها وبالنسبة لنقباء المحافظات ونقباء المراكز، يعني بيوصلونا أول بأول بالنسبة للسماد بالتنسيق مع الدكتور أيمن فريد أبو حديد. ومشكلة السماد السنة دي مفيش مشكلة. طب وصلتوا لسعر منخفض ازاي؟ وليه أصلا كانت المغالاة في السعر؟ المغالاة سيادتك إن كانوا بيجيبوها للسوق السوداء. وطبعا كانوا الإخوان بيظبطوا مسائلهم، لأن كان وزير إخواني وطبعا بيحبوا بعض. يعني كانوا بيعملوا إيه؟
يعملوا ايه؟ طبعا كانوا يدوها للاخواني، والاخواني ده ياخدها يديها للاخوان اللي زيه، ما يديهاش للفلاح الغلبان المسكين. ما هو يعني مش اخوان. لا مش اخوان. فكان بيديها له. هم اللي عملوا السنه اللي حكموها بوظوا كل حاجه في مصر، من زراعه باظت، ضحك على الفلاحين. امال الاكتفاء الذاتي بتاع القمح ده كان اخباره ايه؟ ولا ما كانش، ده كله كلام مستهلك. هو يعني الراجل ده حكم مصر خرابها بس في سنه، ان هو خلى سينا كلها ارهاب. لو كان قاعد كمان سنه كان خلى الشعب المصري كله طفش. فهو بالنسبه للكيماوي فعلا مش شكر في الدكتور ايمن فريد ابو حديد، ان هو ما بنبلغه بينزل على المحافظه وبينزل على المركز وبينزل لجميع المحافظات والتنسيق معاه، وبنقول له في المكان الفلاني في حته خراب هنا، مدير جمعيه وكيل وزاره على طول ما بيتوناش. في ناس بتحب وناس بتكره. يعني في ناس بتحب الوزير، في ناس بتكره، في ناس بتهاجم. احنا عاوزين الفعل اللي على الارض. احنا في موقف دلوقتي حضرتك، الفلاح المصري او النقابه العامه للفلاحين على مستوى 27 محافظه خلاص بقت قضيتنا دلوقتي الفلاح المصري. بالنسبه للكيماوي بتاعه، بالنسبه للبذور بتاعته دي، بالنسبه للحاجات دي كلها احنا بنخلصها مع الدكتور ايمن فريد ابو حديد. اي حد عنده مشكله بيروح له عن طريق النقابه. طيب فتح باب. احنا عايزين ما تبقاش المساله مرهونه بوجود وزير متعاون او وزير غير متعاون، احنا عايزين يتم حل المشاكل دي من جذورها يا حاج اسامه. فلو ما نتكلم عن ده يبقى لازم نرجع للدستور، وانه يتم النص على ان الفلاح ليه حق ان مشاكله دي اولى بالرعايه والاهتمام ولازم تتحل على طول. فلو نتكلم شويه عن مشاركتكم في الدستور ورؤيتكم ليه والمواد المتعلقه بالفلاحين. هو سيادتك معمول غرفه عمليات على مستوى الجمهوريه من مجلس الاداره. تمام. ومكونه طبعا مجلس الاداره المستشار احمد عبد الرحيم والاخ مصطفى كمال والحاج علي رجب والعبيد رضا والحاج محمود سعد، جميع اعضاء، والاخ حمدي ياسين، مجموعه مجلس الاداره بالكامل بلا انسى، وطبعا عضو لجنه الخمسين، لان احنا يمثلنا عضو لجنه الخمسين. تمام. الحاج رفعت داغر في نقابه الفلاح، والحاج رشدي ابو الوفا. فالنقابه ممثله باثنين اللي هي النقابه العامه للفلاحين. وعشان ارجع برضه عشان صوت الفلاح، ان احنا جينا قعدنا هنا في قناه الحياه، لان صوت الفلاح ما بيطلعش على جميع القنوات. وعمرنا ما شفنا لكم اعتصام. وعمركم ما شفتوش على جميع القنوات. مين اللي استضاف الفلاح؟ لا بيستضيفوا الحاجات التانية اللي بيجي يقول كلمتين، وما استضافوش الفلاح اللي هو نايم في قلب الارض، اللي هو تعبان، اللي هو عمل في الدستور دلوقتي. يعني وجود عضو لجنه الخمسين الحاج رفعت، وطبعا بالمشاركه مع مجلس الاداره والنقابه، ان كان غرفه عمليات لموضوع الدستور ان حطوا بنود الفلاح المعاش. فين الفلاح من 30 سنه ده معدم؟ لا جاله معاش، جاله تامين صحي. الدوله اتلزمت بالمنتجات بتاعته ان هي هتسوقها. المحاصيل في الزام انه يتم تسويقها. اولا اخدها من الفلاح وبمقابل جيد. الفلاح خد. فانا كل قوتنا دلوقتي على الدستور بنقول للفلاح انت خد، لازم ان انت تحشد وتطلع. هنرجع ونتكلم في ده يا حاج اسامه، لكن فرصه فعلا ان احنا نفهم ايه الواقع اللي عايشه الفلاح المصري، بيعاني من ايه، ايه اهم مشاكله. فابتدي برضو واسمع حضرتك يا حاج علي، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حي الساده المشاهدين، اهني الاخوه الاقباط بعيد الميلاد، ولا ننسى الاخوه السعوديين اشقاء العرب
نعز الشعب السعودي والملك عبد الله في شقيقه الأمير بندر، لأن الشعب السعودي شعب شقيق وإحنا كلنا عرب وواحدة واحدة، ولا ننساهم أبدا بصفة أن الفلاح أصيل. نتكلم بالنسبة لمشكلة الفلاح. طب بالمناسبة وحدك بتقول كده عشان دكتور أشرف العربي، بس كان الكلام ده في وقت الفاصل لما كنت بسأله عن الاستثمارات اللي هتيجي فاتكلم على السعودية وهيكون في إنشاء لصوامع لأول مرة بساعة تخزينية كبيرة جدا، بيقول ما حصلتش من 30 سنة عشان صوامع القمح طبعا يعني. فعشان كده الفلاح ما بينساش بطبيعته الشعب العربي، لأنه إحنا شعب واحد، فأنا بتقدم بالعزاء للشعب السعودي والملك عبد الله في وفاة شقيقه الأمير بندر. تمام، ولا ننسى المجهودات الدول العربية كلها كالإمارات فعاوزين نطرق لمشكلة الفلاح. كلمنا بقى عنكم بقى. أيوه. مشكلة الفلاح، الفلاح بيعاني عدة مشاكل. تفضل. في الثلاثين سنة الماضية الفلاح عانى لأنه تجاهلوا الفلاح، الفلاح تغيب بالنسبة للوعي والإرشاد الزراعي. حتى الفلاح لما جت ثورة 25 يناير كان الجو ممهد والأرضية ممهدة للإخوان، إن الإخوان الفلاح بطبيعته متدين، كانت سهلة بالنسبة لموضوع الإخوان إنهم يوصلوا عن طريق الفلاح والصعيد. دي كان خطأ كبير في حكومة الرئيس محمد حسني مبارك، لأنه غيب الفلاح إرشاديا زراعيا حتى دينيا عن طريق المنبر تغيب، فكان سيت سهل للإخوان. النهاردة أنا عندي عدة مشاكل الفلاح. طب البديل كان هما بيقدموا لكم إيه وقتها؟ هما الفلاح لما حس إنه مهمش ومغيب تماما ومفصول عن الدولة جه حضر إخوان المسلمين وعرضوا على الفلاح إن أنت هتعيش مرفه وإنك هتاخد حقوقك وإن هنجيب لك مستلزمات الإنتاج زي الأسمدة والبذور وتسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية، فالفلاح ما صدق. فالفلاح مين شارك في مين عمل ثورة 30 يونيو؟ الفلاح، وبقولها علني، الفلاح شارك بدليل ان كان في 30 او 30 مليون او 33 مليون شاركوا. لا 25 يناير كان اكترها مدن، لكن 30 يونيو قرى ومراكز. لما حضرتك اكتشف ان وعود الاخوان وعود كاذبه، فالفلاح شارك لما لقى السولار مش متحصل عليه، الغاز مش متحصل عليه، مستلزمات الانتاج باكمالها مش متحصل عليها، بالنسبه لمنتجاته زي الرز والقطن وكل المحاصيل الاستراتيجيه مش عارف يسوقها. فالفلاح بدا بالوعي، دي دور النقابه العامه، وعي الفلاح لحقوقه المنهوبه والمسلوبه، فكان للنقابه دور كبير جدا، ولكن اذا الامنيه تعلم ذلك. احنا قلنا شعار قبل الثوره ب 15 يوم رددته 90 مليون مصري، احنا اللي قلنا يوم 30 العصر الشعب هيحكم مصر في الجريده ومظبوط عندنا يوم 15/6 لما عملنا المؤتمر يوم 15/6 في قاعة الأزهر قبل الثورة ب 15 يوم عشان نحفز الفلاح ونحفز المواطن إنه يطلع. عاوزين نرجع عشان ما نستهلكش الوقت. بالنسبة للفلاح دلوقتي محتاج حاجات كتيرة، ومن ضمنها الدستور ضمنها له، فقدام الفلاح مهمة كبيرة شقة وصعبة. الفلاح لازم يطلع النهاردة ويقول نعم للدستور، لأن ليه مكاسب لم تحقق من عهد جمال عبد الناصر. بعد جمال عبد الناصر الفلاح ملوش اي مكتسبات. النهارده الدستور لما يضمن ان تيجي الماده بتاعت الفلاح وتقول ان الزراعه مقاوم اساسي للاقتصاد الوطني، دي تزيد الفلاح فخر واعتزاز بنفسه. النهارده لما الدستور يقول هضمن تامين صحي للفلاح، هضمن معاش للفلاح، هضمنه انه يسوق محاصيله، هضمن له مستلزمات. طيب انا اسفه ان انا اقطعك، لكن علشان الاخبار الموجوده قدام حضراتكم على الشاشه لازم ننوه ليها ولازم نتكلم عنها، انه بخصوص طبعا جماعه الاخوان ومحاولاتهم المستمره، في عندنا خبر انه انصار الاخوان قاموا باحراق عربيه شرطه وانزال المجند اللي كان سايقها بالقوه. الكلام ده حصل على كوبري المنيب. وكمان خبر تاني بخصوص برضو نفس التحركات الخاصة بجماعة الإخوان، قاموا بتحطيم كشك مرور أو وحدة مرور يعني صغيرة في ميدان لبنان. أما بالنسبة للفلاح يا فندم، الفلاح خد مكتسبات في الدستور عاوز يحافظ عليه. أنا عاوز أقوله تطلع وتقول بنعم، بنعمين مش نعم واحد، عاوزك تطلع بقول لقوة حافظ على المكتسبات اللي احنا حصلنا عليها في الدستور.
كل الشعب خد مكتسبات. لا انت هتاخد مكتسبات وعاوزك تحافظ عليها، عندك مهمه صعبه جايه لك انا بنبهه. طيب. اللي هي مجلس الشعب، عشان في مجلس الشعب معلش ما زالتوش، او يعني احنا كنا بنسمع اقول لا ال 50% ما حدش يمسها، عمال وفلاحين، وبعدين اخيرا لما بنتابع طبعا الجلسات لا تراجعتم عن هذه المساله وقلتوا ما فيش اي مشكله، بنقول 30% مقنن مقابل ايه؟ طلبنا برضه عشان نكون صراحه عشان الكلام موثق، احنا قلنا 30% تكون مقننه، بمعنى انها تكون مقننه يكون تعريف الفلاح صحيح، حتى ما يجيش عميد شرطه وعميد جيش وراجل مستشار مع احترامي ليهم انه ياخد الصفه بتاعتي. عمركم ما حسيتوا ان انتم ممثلين بالفعل؟ لا ما مثلناش فعلا، ما مثلناش حقيقي. فالنهارده اصبحت تتيح ان انا ادخل انتخابات، اي فلاح يدخل انتخابات. طبعا زي ما حضرتك شايفه في المدن ان هم بيعملوا يحرقوا عربيات شرطه وبيحرقوا منشات، ولكن في القرى ما يقدروش يعملوا كده، لان ليه بقى ما بيحصلش ده؟ ما بيحصلش ليه في القرى؟ القرى هو مكشوف، منزل اي قريه بيبقى في واحد غريب، لو ومع احترامي لهم عارفين بعض، عارفين بعض. ولو في واحد ما هوش من عيله قوي تمام بيبقى ضعيف، لان هم اشتروه بالفلوس، فما يقدرش يعمل، ما يقدرش يتكلم في وسط العائلات. ولذلك الدستور هيطلع، هتشوفي حضرتك ان شاء الله من الفلاحين بنسبه 100% ان شاء الله بنعم. لكن انا بقول للفلاح لازم تطلع وتقول نعم. النهارده النقابه العامه للفلاحين طبعت لك الدستور على نفقته، النقابه العامه للفلاحين عملت لك مؤتمرات في كل جميع المحافظات، جميع المحافظات اتعمل فيها مؤتمرات لنعم الدستور، حضر فاز المحافظين. النقابه العامه للفلاحين النهارده هي على الارض موجوده في ال 27 محافظه زي ما نوه الحاج اسامه، واخد بال حضرتك. فاحنا النهارده عشان ندي فرصه برضو للاخ رضا يتكلم. طيب ماشي، احنا هندي له فرصه ومجال تاني. لا لا ما انت مش هتاخد بيتها بقى لسه. لا ده بيوزع الوقت حضرتك، مش هتوزع الوقت بقى. وبعدين ما دام لبنى هي اللي مصدفانه لا احنا لا ما سايباه خالص. لا اصل احنا نسينا هو انفعل. لا حضرتك قدامك بقى خلاص. حضرتك احنا نسينا فقره برضو عدت علينا، ان احنا نشكر السيد رئيس الجمهوريه العدل منصور، لانه هو فعلا اللي خلى صوت الفلاح، صوت الفلاح النهارده، لانه كلف المستشار احمد المسلماني والمستشار احمد المسلماني ابنا، وفعلا ونعم الاختيار لهذا الرجل، وفلاح اصيل، وقلنا له مشاكلنا، لان كان السيد رئيس الجمهوريه طالب مشاكل الفلاحين، فعشان ندي كل واحد حقه فضل ربنا سبحانه وتعالى للريس والمستشار احمد المسلماني. تمام. وجت السيده سكينه فؤاد قعدت معانا في المؤتمر. المؤتمر ده قعد حوالي 3 ساعات. فانا بكرر الشكر للمستشار احمد المسلماني والمستشار علي عوض عصام حجي والمستشار عصام حجي مستشارين الرئيس ونعم الاختيار، وبقرر برضه في المستشار. تمام. طيب اسمع بقى استاذ رضا ورايه ايه برضه. طيب طيب معلش انا هستاذن حضرتك هنيجي عليك شويه. هو الحاج اسامه اللي بدا، لكن خليني بس الاول اسمع ونتابع اللي بيحصل في الكاتدرائيه المرؤوسيه بالعباسيه، وزميلنا محمد ابو شنب لسه موجود هناك للمتابعه بالتاكيد. مساء الخير يا محمد. لبنى مساء الخير مره تانية يا لبنى. قول لي يا محمد بقى، يعني الاحتفالات عندك، الاجواء، الاقبال على المشاركه النهارده، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ في بدايه الامر يا لبنى، وتحديدا بعد المكالمه الاولى لينا والمداخله الاولى، توافد كبار الزوار هنا في الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه استكمالا لمسيره هذا الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هنا في هذا المكان، وتحديدا خلفي مباشره هذا هو المرمى الخاص للقاء كبار الزوار هنا. اتى من الزوار ما فيه من الكفايه ما يكفي، اذا كنا بنتكلم على كابتن طاهر ابو زيد وطاهر ابو زيد وزير الرياضه، اذا كنا بنتكلم على الدكتوره ليلى اسكندر وزيره البيئه، اذا كنا بنتكلم على الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، اذا كنا بنتكلم على الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي، كل هذه الشخصيات، وزير الاوقاف وصل، شخصيات سياسيه ايضا اخرى على جانب اخر الجانب السياسي، الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، المستشار عصام حجي، المستشار احمد المسلماني، كل هؤلاء، مستشار رئيس الجمهوريه السيد عمرو موسى، الفريق سامي عنان، كل هذه الشخصيات اتت مره هنا الى هذا الاحتفال تاييدا الى الوحده الوطنيه التي تربط ما بين مسيحي مصر ومسلميها.
ما زالت أجواء الاحتفالية هنا تمر بالكنيسة. الآن تحديدا بدأت مكالمات أو بدأت تحديد استقبال الضيافة، الإعلان الرسمي من قبل الكنيسة عن الشخصيات العامة الموجودة هنا في هذا الاحتفال. كل هذا يمر تحت بوابة وتأمينات أمنية مكثفة على مدار هذا التوقيت، بدأ من الاحتفالية في المساء هذا اليوم اعتبارا من البوابات الرئيسية للكاتدرائية وانتهاء إلى الشارع الرئيسي بالعباسية. كل ما يحيط بالوضع هنا إشارة أخرى مرة تانية، نحن بنسمع دلوقتي حالا استقبال الضيوف أو تكريم الضيوف الموجودة هنا في قلب هذه الاحتفالية، وربما أكثر الضيوف التي لاقت تصفيق كبير في هذا الوقت وتحديدا هو الوفد الخاص من قبل وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي، وتحديدا اللواء العصار مساعد وزير الدفاع. كل هذه الشخصيات أتت هنا مرة أخرى. كنا التقينا في هذا المكان مع السادة كبار الزوار هنا في الكنيسة، وكلهم تحاكوا إلينا برسالة معبرة. كل الشخصيات التي قمنا باللقاء معهم وبالحديث معهم في هذا التوقيت وفي هذا اليوم ما هي إلا رسالة واضحة تجاه الشعب المصري أنه آن الأوان أن مصر الجديدة اليوم تحتفل بذكرى ميلاد المسيح عليه السلام، وبعد أيام قريبة ستحتفل بالمولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. كل هذا يدل على أن نحن بالفعل أمام مصر الجديدة التي ستفتح أبوابها تحديدا بعد إعلان الاستفتاء ونتيجة الاستفتاء على الدستور المصري اللبناني. شكرا ليك يا محمد، شكرا جزيلا مرة تانية، ودايما بنتابع سواء مع محمد أبو شنب زميلنا أو مع سارة حسين في بداية الحلقة كنا بنطمن على الوضع في الكاتدرائية والوضع في كنيسة الوراء، سواء الإجراءات طبعا التأمينية اللي بتتم هناك أو حتى بالنسبة للحضور والأجواء بشكل عام. بتهيألي زميلتنا سارة، سارة معايا، مساء الخير، مساء النور يا سارة، ايه الاخبار؟ يعني دلوقتي في طبعا انا في كنيسة السيدة العذراء والملاك بالوراء. يعني بدأت طقوس او القداس عيد الميلاد على مشارف الانتهاء ليدخلوا بعدها في طقوس او في مرحلة التناول، وهي يعني اخر مراسم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، المراسم التي بدأت في تمام السابعة مساء. ولكن الحقيقة من بداية الساعة الثامنة ونصف او التاسعة حتى من حوالي دقائق قليلة والزيارات الرسمية تتوالى وتتعاقب على كنيسة الوراق، لعل أبرزها كان في زيارة من سيد مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي، بالإضافة إلى سيد مدير مباحث قسم إمبابة، كمان في وفد من التيار الشعبي جه وقابل القمص داود إبراهيم راعي كنيسة الوراق. ده بالإضافة الحقيقة إلى أنه من حوالي نصف ساعة تحديدا جاءت هنا سيارة تابعة للشرطة العسكرية، وكان في حتى هذه اللحظة بعض من ضباط الشرطة عفوا الجيش وأفراد الشرطة العسكرية اللي متواجدين جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة وعساكر الأمن المركزي أمام كنيسة الوراء. يعني هذا على المستوى الرسمي أو على مستوى الزيارات الرسمية اللي كانت حظت بها كنيسة السيدة العذراء والملاك بالوراء النهاردة. مشهد التأمين زي ما هو من الصبح يعني لم يختلف كثيرا، والقداس أو يعني المراسم الخاصة بعيد الميلاد المجيد تتم بشكل طبيعي مع توافد الحقيقة المصلين من الإخوة الأقباط اللي بيتواجدوا. بس قولي لي يا سارة، الناس بشكل مضطرد حتى هذه اللحظة الناس متعاونة في مسألة التأمين؟ لأن لما كنا بنتكلم اللواء أحمد حلمي، سيادة اللواء أحمد حلمي، وخصوص حرم آمن وما إلى آخره، وإجراءات يعني فيها شيء مش قاسوة لكن من الدقة يعني إذا جاز التعبير، فقال إحنا بس مش عايزين نحمل على الناس أو نتقل عليهم والكلام ده، لكن أنت من ملاحظاتك كده ومشاهداتك يا سارة شايفة الناس مش متضايقة أبدا من الإجراءات التأمينية، متعاونة مع الداخلية ولا إيه؟ لا على الإطلاق. الحقيقة أنه حتى الشرطة يعني عاملة ممر واحد بس لدخول المصلين أو الوافدين على الكنيسة، وبعدها على طول لجنة النظام التابعة للكنيسة. ممكن يكون الوضع مختلف هنا شوية في كنيسة الوراق،
اولا انه مشهد التامين مقارنه بموقع الكنيسه وتواجدها هو مشهد ضخم او مشهد الى حد ما مهيب، بالاضافه الى ان رواد كنيسه السيده العذراء والملاك بالوراق هم من اهل المنطقه فهم معروفين عارفين بعض بالنسبه لرعاه الكنيسه ولجنه النظام فما فيش غرباء، ومع ذلك اي حد بيجي من غير متعرف عليه لازم بيكشف عن هويته وبطاقته الا ما بيدخلش، يعني لازم بيطلع البطاقه ان هي تبقى تابعه لهذه الكنيسه. وقوات الجيش حتى كمان لما توفدت على مقر الكنيسه المشهد خارج الحقيقه الكنيسه يعني مشهد تاميني ضغط او مشهد تاميني يعني بالتاكيد مفهوم طبعا مفهوم. انا بشكرك يا ساره، شكرا ليكي ساره حسين. طيب احنا كمان موجود معانا سياده اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخليه للامن العام. مساء الخير يا سياده اللواء. اهلا وسهلا بحضرتك. لسه كنا بنتكلم وبنتابع الوضع في الكاتدرائيه المرقسيه او في كنيسه الوراق، لكن بشكل عام يا سياده اللواء رصدكم بقى للوضع الامني، متابعتكم على الارض، الاجراءات التامينيه اللي بتقوموا بيها، طمنا على الوضع بشكل عام دلوقتي يا فندم. لا الحمد لله الامور الوضع هادئ تماما، وقوات الشرطه بتؤمن كل الكنائس وكل الاديره، الاخوه الاقباط بيحتفلون بليله الميلاد المجيد، وبهذه المناسبه اتقدم بخالص التهنئه للاخوه الاقباط في ربوع مصر بالكامل، نتمنى لهم عيدا سعيدا باذن الله. الامور الحمد لله حتى الان على ما يرام، القوات تقوم بمهامها وفق الخطه الموضوعه التي وضعتها وزاره الداخليه. القوات مستنفرة، تم تأمين كل محيط الكنائس والأديرة على مستوى الجمهورية. الأخوة الأقباط يتوافدون على الكنائس ويأدون الصلوات. طيب سيادة اللواء، سيادة اللواء، هل يا فندم الإجراءات التأمينية والاستنفار الأمني وحشد قوات الأمن عند الكنائس بيخلي فيه يعني ضعف في أماكن أخرى، بيخلي فيه عمليات محدودة نوعية كده في أماكن متفرقة بعينها، نظرا لأن عناصر جماعة الإخوان ممكن يستغلوا انشغال قوات الأمن؟ يعني أنا كنت لسه بتابع من دقايق عربية شرطة تولعت، ولعوا فيها عند كوبري المنيب، نقطة مرور في ميدان لبنان، وحاجات كده يعني بتحصل. لا 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 لا، الخدمات القطط متكاملة، خطة تأمين الكنائس مختلفة عن خطة تأمين الشوارع والميادين. هناك في بعض المسيرات لتنظيم الإخوان الإرهابي بتتصدى لها قوات الشرطة موجودة مخصصة لهذا. فيما يتعلق بالكنائس فلها قوات مخصصة لتأمين الكنائس. ما خدناش حد على حساب حد في الخدمات يعني. بس هو ده اللي كنا عايزين نطمن عليه. الله يطعم عمرك. شكرا جزيلا سيادة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام. أنا أسفة طبعا على أن أنا أتأخرت على حضراتكم، لكن لازم نطمن على الوضع يعني في البلد. حاج رضا، المشاكل اللي احنا عمالين نتكلم فيها من بداية الحلقة دي، يعني انعكاسها ايه بقى على الفلاح؟ يعني هل في فلاحين هاجروا الارض، هاجروا الزراعة، قالوا لا الشغلانة دي ما بتأكلش عيش، لا انا اروح اعمل مشروع، افتح لي محل، يعني قول لي ولا الناس عاملة ازاي؟ اولا بنهنئ الاخوة المسيحيين بعتهم، وبعدين نعرف دور النقابة الاول. دور النقابة بتمثل صوت الفلاح لدى الجهات الحكومية، وهي اللي بتدافع عن الفلاح. وفي الأرض الواقع بنحاول نخلق حلول من داخل النقابة وعرضها على المسؤولين عشان نحل مشاكل الفلاح. كويس. بطبيعة الحال المشكلة في مصر تنحصر إن كلنا كنا بنزرع بنسبة 13% الدلتا. فالفلاح اتخنق، فبدأ يهاجر، يا إما يهاجر الدول العربية ويقابل المعاناة اللي هناك، يا إما يهاجر إلى البندر ويشتغل يا إما في النظافة يا إما. عندنا تقدير نسبة قد إيه تقريبا يعني، ولا صعب ما نقدرش نجزم النسبة بالظبط، بس هنقول إن غالبية الريف بقى مهاجر. فبدأنا إحنا نحط الحلول اللي هو إن إحنا نرسم سياسة التوسع في الأراضي الصحراوية ونعرضها على وزارة الزراعة، نحل مشكلة بيها الهجرة وتوزيع الرقعة الزراعية بحيث ان انا اقلل الفجوة بين الانتاج والكمية المستهلكة.
يعني انا عندي في الاهم 9 مليون طن سنويا مطلوب اعوضه، فبستورده. بدل ما استوردهم انا بحط الحلول ان انا انتجهم عندي، عند الارض وعند الميه. كويس. ما نعمل دراسات، وبدانا نشتغل وعملنا دراسات وتنسيق مع معهد بحوث الصحراء ان احنا ندرس الميه، نشوف الاراضي اللي صالحه للزراعه كارض وكميه، نبدا نستصلحها ونزرعها. والتكلفه؟ والتكلفه بتبقى مشاركه بين الفلاح والوزاره. والوزاره كان ردها ايه؟ يعني تعاونت معاكم؟ إيه والله لغايه الان في تنسيق بيننا وبين سياده الوزير، ومعهد البحوث بدانا ناخد منه الاستشارات والدراسات اللي عنده. ان الارض اللي فيها نسبه الملوحه عاليه نبدا نشوف الاصناف اللي بتنتج في نسبه الملوحه العاليه دي ونبدا نزرعها، بحيث ان انا اغطي اكبر قطعه ارض موجوده في مصر تغطي لي ناتج. كده هعمل هجره من ريف لريف جديد. ده الحل اللي موجود، يعني عايز اعمل بدل ما يهاجر للمدينه لا يهاجر للريف. عشان نحاول نلغي بقى التوك توك والمشاكل دي. التوك توك شكله خلاص هيتلغي لان في حكم محكمه بكده. طيب ارجع لك تاني يا حاج اسامه، ولو كده سريعا يعني شغلكم بالنسبه للدستور هتعملوا ايه؟ برضو نتكلم على المواد اللي يعني بتركز على حقوق الفلاح. قبل الدستور سيادتك، بالنسبه لحضرتك للفوائد البنكيه على الفلاحين، لان دي مشكله عملها الرئيس مرسي وقال لهم هشيل الفلوس عنكم ومحدش هيدفع، وهو البنك بيحصل من الفلاح 13%. تمام سيادتك؟ ففي طبعا متعسرين. من المنبر من عند حضرتك من هنا انا بناشد السيد رئيس الجمهوريه، بناشد. هم خدوا القرار، يعني احنا تابعنا القرار ده كان متاخد قبل كده وما تفعلش، ما تفعلش هذا القرار في البنك. بحد ادنى مثلا نسب لا معينه. لا 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 ما تفعلش هذا الكلام في البنك، ما تفعلش لسه. والفلاح بيعد والبنك بيعد عليه، وطبعا الفلاح دلوقتي اللي هو المتعسر ده هيدفع له منين؟ واحد واخد 5000 جنيه. هي الفوائد قد ايه يا حاج؟ حضرتك دلوقتي واحد واخد 5000، عن اذنك يا استاذ علي، كم؟ واخد 5000. بقى وصلوا عنده دلوقتي 10000. انا بناشد الريس بقول شيل الفوائد البنكيه من على الفلاح المتعسر، تمام، وتقسيط الباقي على سنتين حتى يتمكن ان هو الدكتور ايمن فايد ابو حديد طلع قال في تصريحاته ان الفلاحين ما يعني ان الامن ما يقبضش عليهم والكلام ده لمده سنه. اذا كان واحد واخد حكم فالقضاء بيدي حكم، ضابط الشرطه بينفذ. النسبه كبيره؟ النسبه كبيره طبعا. بس نحلها طبعا، اصلها محلوله. محلوله سيادتك لما نشيل الفوائد البنكيه اللي على المبلغ واحد واخد 10000. يعني انت مش عايزين اسقاط الديون، انت عايز تشيل الفوائد بس؟ اشيل الفوائد والمصاريف الاداريه على المتعسرين، وليس اللي واخد لي 200000 و100000 لا انا بتكلم يعني اللي واخد 10000، اللي واخد 20000 كبير 20000 هو ده اللي يعني اللي تقدر تشيل من عنه. اللي واخد بقى 40 و50 و60 ده عافي هو والبنك بقى هشيل عنه، انا بشيل من المتعسر. فبناشد الرئيس من هنا وبلغناه للمستشار احمد المستناني، بس انا بناشد السيد رئيس الجمهوريه بهذا الموضوع، ويبقى يعني سنه كده تبقى حلوه على الفلاحين ويعني يظهروا لهم حاجه للغلابه دول المعدمين. تاخد بال حضرتك؟ اللي هي دي موضوع البنك، لان الازمه دي لو اتفكت الفلاح المصري يعني ما تعرفيش هو يعمل ايه. هو يعني لما بنلاقي اللي هي المنتجات الزراعيه الخضار والفاكهه والكلام ده وباسعار مبالغ فيها قوي، وحتى من يعني انا معلش هبعدكم عن الموضوع ده بس عشان نفهم الفلاح ايه النفع اللي بيجيله، بيعود عليه ايه يعني؟ لا طعم حلو، اسعار مبالغ فيها،
فهل ده مشكلة الأسمدة والكيماويات اللي بتم استخدامها وموضوع السعر المبالغ فيه ده؟ بيبقى السعر ده طالع من عندكم ولا تجار الجملة والحلقة الكبيرة دي بيتم استغلال الفلاح فيها أولا؟ الغلبان الفلاح، التاجر بينزل يشتغل محصول قبل ما يطلع. تمام حضرتك، الفلاح غلبان عاوز يجوز بنته، عاوز يجوز ابنه، فبياخد بأقل سعر اللي يدفع أدفع، ما هو مش هيمسك. يعني ممكن حضرتك ان هو يعيب بقى الانتاج العفاي بقى اللي عنده 300 فدان و200 فدان و500 فدان، اللي احنا بقى عاوزين نقول للحكومه ونقول للحكومه شوف الناس دي ايه، شوف بقى المستثمرين التقال دول زبطوهم، ما تجيش بقى لواحد عنده نص فدان وفدان بيزرعه واخر السنه بيجيب له 5 6 7 8000 تمام وتذبحوه. صحيح عندك حق. طيب علشان احنا ما بقاش قدامنا وقت طويل حوالي 3 دقائق هاخد معلش دقيقه من حضرتك لا ما هنوزعهم كده وتعليقات اخيره او لنفسك فيه تقول حاجه اسامه. معلش بعد اذن سيادتك عشان طبعا انا برساله ولازم رساله اتفضل اقولها. اتفضل. انا بناشد معالي السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الزراعه بانشاء المجلس الاعلى للزراعة والفلاحين. بنجده من قلاء الحياة وبنجده أمام العالم كله. تمام؟ الحاجة التانية بنجد برضو السيد رئيس الجمهورية إن احنا نطلق اسم المرحوم محمد عبد القادر النقيب العام، المرحوم محمد عبد القادر النقيب العام للفلاحين على اسم شوارع في كفر الدوار او في محافظة دمنهور، ونعمل معاش لاولاده لان هذا الرجل كافح ومات وهو جاي للجنة الخمسين انه كان يمثل لجنة الخمسين على حاجة فعلا. فدي بناشد برضو الرئيس فيها. تمام. وبناشد الرئيس كمان برضو حضرتك في موضوع المجلس الاعلى خلاص في قانون النقابة المهنية بإصدار تعليمات سيادته بأقصى سرعة طبعا للسيد وزير العدل لأن القانون عند السيد وزير العدل دلوقتي. طيب انت كده تاخد 3 دقائق كلهم فألحق أسمع كمان الحاجة علي. اتفضل. هو بالنسبة للوقت ضيق وكنا عايزين نتكلم عن مكتسبات نقط كده نقط كنا عايزين نتكلم عن مكتسبات الدستور. أنا عاوز أقول للفلاح إن أنت قدامك دلوقتي إنك تصوت على الدستور بنعم، وبعد عندك بعد كده عندك مجلس الشعب انت اللي هتجيب النواب اللي هتشرع القوانين دي عشان تحافظ على المواد دي. لازم تختار اختيار صح لنواب الشعب اللي هم هيشرعوا القوانين دي. تاني حاجة معلش عاوز أأكد عليها، في لقائنا مع السيد المستشار في مؤسسة الرئاسة كان مطلبي أنا بالنسبة للحاج محمد عبد القادر مؤسس النقابة العامة للفلاحين ان هو كان ينضم للشهداء، فقال لك المطلب صعب، فهذا كان مطلبي انا الشخصي، ده مطلبي الشخصي انه يسجل اسم الحاج محمد عبد القادر في شارع. تمام يا حاج علي. ومن محافظه البحيره، وكنت اطلبه في القاهره كمان ومعاش استثنائي لان الحاج محمد كان مكافح وكان راجل ما كانش سري ولا كان من رجال الاعمال. تمام. كان فلاح بسيط. حاج رضا سريعا معلش، انا حضرتك بنطلب ان جميع النقابات اللي موجوده سواء المحامين الاطباء المهندسين ليها نوادي ومتخصص لها أماكن في المدن الجديدة. فين الفلاح من الموضوع ده؟ صحيح. سؤال يعني أنا بسأل الحكومة، أين مكان الفلاح في هذه المدن الجديدة؟ ثانيا احنا كلنا مع الدستور بنقول نعم. تمام. وكل الفلاحين هطلعوا يقولوا نعم، بس هنا همسة عتاب مع السيد وزير الدفاع نتمنى نقابله فيها. على العموم نتمنى ان المناشدات والرسائل والاسئله كمان تكون وصلت. هو الوقت ضيق. الوقت ضيق. بشكر حضراتكم ان شاء الله الوقت ضيق نكمل ان شاء الله مره ثانيه. ما فيش وقت. انا بشكركم شكرا جزيلا. نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله. اصبحوا على خير.